اهو يا عم مجازر على مستوى محافظ السوهاج من المجازر الممتازة والنشطة والذي يعمل بقوة إنتاج جامدة. معدل الزفح عندنا أسبوعيا حوالي 130 قطعة بقري على جاموسي، بس الجاموس قليل طبعا شوية. الشهري معدل من 550 إلى 600 قطعة. كل هذه الذبائح جول ذكور إنتاج محلي، وفي هذه الأيام يوجد بعض العجول المستوردة التي دخلت إلى الجمهورية منذ حوالي 3 أو 4 أشهر وتختم وتعامل معاملة البلدي، لأنها طال عليها أكثر من 3 شهور داخل الجمهورية، ويذبح بعض لحوم الضأن في الشهر بمعدل من 15 إلى 20 قطعة وكلها بذكور ضأن صغيرة. في حاجة اسمها روتين ويرك. روتين ويرك يعني هو طريقة الكشف على اللحوم. أولا الكشف على العجل على قيد الحياة قبل دخول المجزر، النظر إلى الذبيحة بنشوف الوزن بتاعها وزن قانوني أو لا، حيث البقري أو الجاموسي لا يقل عن 300 كيلو جرام. تكون الذبيحة خالية من أي عيوب ظاهرية بالجلد، ما فيش أي أمراض ظاهرة، ما فيش بها كسر، ما مش نحيفة أو مريضة. ده كشف ما قبل الذبح، المعاينة قبل الذبح. يتم دخول الحيوان المراد ذبحه إلى المجزر، فبعد أن يقوم الجزار صاحبه بذبحه وسلخه يقوم أستاذ أطباء المجزر بالكشف على الذبيحة كالآتي. تكشف أولا الرأس ويكون اتصال طبيعي بالذبيحة على الغدد الليمفاوية الموجودة بالذبيحة، والكشف على اللسان والعضلات الصدغية لا تسمى المسيتر المصري. أي وجود أي صديد في الغدد الليمفاوية تعدم الرأس كله، وجود أي ديدان في اللسان أو في العضلات الصدغية وهي ليست ديدة كاملة يعني عبارة عن طول المعدي للديدة الشريطية ولا تسمى سيركاس بوفس، لو وجدت هذا الطول المعدي يتم عدم الرأس كاملا. هذا بالنسبة للكشف على الرأس. بالنسبة لبعض الحالات بالذات في الجاموس توجد ديدة أخرى تسمى السيركوسيست أو الديدة الصنوبرية، دي غير بعد أن تقطع إلى 4 أرباع يتم الكشف على الغدد الليمفاوية على كل ربع على حدة، في غدتين أمام الكتف وغدتين أمام الإبط. ما فيش داعي الأسماء ذكر الأسماء بالإنجليزية وباللاتينية، الأسماء معقدة شوي. يتم الكشف على 4 درنات دي على حدة اسمها الدرنة اللغة الداردة في المجزر. إذا وجد أي صديد أو تجبن في إحدى هذه الدرنات يتم إعدام الربع الخاص بهذه الدرنة، ولو وجد أكثر من 2/3 أو 3/4 يتم إعدام الذبيحة كاملة. يتم الكشف على الكبد، بعمل شق طولي في الكبد أو أكثر من شق إذا وجد فيه الديدان الكبدية فيه. إذا كانت كمية قليلة يعدم جزء من الكبد يسمى إعدام جزء، إذا كانت كمية كثيرة يعدم الكبد كاملة. يتم الكشف على الكليتين بعمل شق طولي في الكليتين. يتم الكشف على القلب والرئتين والنظر إلى داخل الذبيحة عامة. يتم هو احنا الموظفين احنا كمان اشتغل عادي اشتغل زعلان يا اخويا اقول لك يا
هل فكرة الحمور؟